تغذية حمية إرشادات ونصائح طبية وقائية. اللهم لك الحمد والشكر. بلادنا الأسواق المغربية أكيد فين ما مشيتي إلا وعويناتك كيتلونوا بالخضر اللي كاينه في هذا الموسم هذا. واش منك يا قوق، واش منك يا فول وجلبانة، واش منك يا خرشوف، تبارك الله. يعني بلادنا بلاد الغنى وبلاد الكرم وبلاد كذلك الخير وبلاد الرزق وبلاد البركة. معنا الأستاذ حنان الأزرقي، أكيد غتوضع واحد الخطوط يعني مهمة، خطوط حمراء على هاد الخضر الموسمية، وشنا هي الأهمية والعناصر الغذائية اللي كتحتوي عليها. لالا حنان صباح الخير، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. صباح الخير للمستمعين الكرام، مرحبا. مرحبا بحنان، وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله وبإذن الله. بغينا نتكلموا هالأسبوع على هاد الخضر يعني الموسمية اللي كاينة اليوم في السوق، القوق والجلبانة والفول الخرشوف، يعني كلها يعني هذه واحد الخضر اللي كتزيد بنة للطبق ديالنا، وأكيد ما كتخلوش من 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 العناصر يعني الغذائية المهمة. نبداو بالقوق ونقولوا بسم الله، نشوفوا هاد السيد هذا شنو عنده، شنو موجد لينا وشنو كيعطينا من عناصر غذائية مهمة. لالا حنان، دونك كما قلتي الاخت جيان، الحمد لله احنا في المغرب موجود الخير، موجود الخير. دونك قلتي خضر كثيره كاينه، ذكرتي منها القوق، الجلبانه، الفول، البسباس، الخرشوف. دونك هذه خضر كامله غنيه على واحد القيمه غذائيه اللي هي صحيه جدا. وكما قلتي اليوم نهضروا على القوق، وطيله الاسبوع ان شاء الله نهضروا على العناصر الغذائيه الاخرى. دونك بالنسبه للقوق، القوق كيتعتبر من الخضر اللي هي مهمه جدا للصحه ديالنا، لانه كيحتوي لنا على كميات مهمه من المضادات الاكسده. ملي كنهضروا على مضادات الاكسده، شنو هو الدور ديالها؟ احنا كتعرفوا الجسم ديالنا متعرض بزاف للضغوطات، الستريس الى غير ذلك. كنهضروا اولا على محاربه السرطان، اكيد احنا نهضروا على مضادات الاكسده غير باش الناس يعرفوا شنو هو. دونك احنا كيكون الجسم ديالنا معرض الى ضغوطات الستريس، ضغط العمل، ضغط الدار، الانسان كيتعصب كما قلتي. دونك هنا كيطلع لنا في الدم واحد المواد اللي كيتسموا لي غادي كوليبر. لما كنستريسوا ولا كنمرضوا كيطلعوا لنا لي غادي كوليبر. دونك ملي كيطلعوا لنا هاد لي غادي كوليبر، الجسم كيكون تعرض الى اي حاجه، مرض سرطان، يكون تعرض كذلك الى امراض القلب والشرايين. داكشي بعض المرات ملي كيكون شي شخص مثلا مريض بالقلب كيولي غاتعصب وكيجهى القلب. علاش هاد التعصب؟ شنو حيطلع لنا لي غادي كوليبر؟ داكوغ. دونك الدور ديال القوق شنو هو؟ كيجيب لنا هاد مضادات الاكسده، وسورتو لا سيناغين. هاد لا سيناغين عندها دور كبير انها كتحارب لنا هاد لي غادي كوليبر، ما كتخليهمش لينا في الدم ديالنا. دونك داكشي علاش كنقولوا القوق كيساعد بزاف على الحمايه من مرض السرطان، ويحمي كذلك من امراض القلب والشرايين. نعم، حنا كنقولوها يحتوينا على لا سيناغين، وكذلك يحتوينا على لاسيد اللي كيتسمى واحد لاسيد كلوروجينيك. دونك هاد لاسيد كلوروجينيك هو مهم بزاف بزاف باش كيحاربنا كذلك السرطان، وكذلك هاد الامراض هادو اللي قلنا ديال القلب والضغط والشرايين. من بين كذلك المواد الغذائيه المهمه اللي كيحتوي عليها القوق، كاين كذلك واحد الالياف الغذائيه. حنا دائما كما كنهضروا على الغذاء، كنهضروا على الالياف الغذائيه. علاش كنهضروا على الالياف الغذائيه؟ اللي عندها واحد الدور مهم في الجسم ديالنا، كتقاد لنا السكري، كتقاد لنا كذلك الدهنيات في الجسم، مثلا الكوليسترول، الشحمه الثلاثيه الى غير ذلك. عند الالياف الغذائيه واحد الدور. بالنسبه للقوق كيجيب لنا هاد جوج الانواع ديال الالياف الغذائيه، الالياف الغذائيه المذابه والالياف الغذائيه الغير المذابه. بالنسبه للالياف الغذائيه المذابه كتحمي لنا من القبض، لاكونستيباسيون. مثلا بالنسبه للناس اللي كياكلوا مثلا القوق، وسيرتو في هذه الفتره هذه الحمد لله اللي هو موجود وفي الموسم ديالو، ما كيجيهمش بتاتا القبض، كيحميهم بالعكس، كتحميهم من انهم يجيهم القبض. وبالنسبه للالياف الغذائيه الغير مذابه، هي كتشنو هو الدور ديالها؟ كتحمي القلب ديالنا من هذه الامراض اللي ذكرناهم، عذبه ديال الضغط والشرايين. داكوغ. بالنسبه للنوع، النوع ديال السكريات اللي كيحتوي عليها القوق كتسمى انيلين. هذه الماده اللي هي عباره كذلك عن الياف غذائيه مهمه جدا. ولكن كيكون الهضم ديالها صعيب شي شويه. داكشي علاش مثلا كنلقاو الناس اللي كياكلوا القوق، سيرتو الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الهضم وديال الامعاء، كيقول كينفخني.
يعني علاش السبب هو هذه الالياف الغذائيه اللي ما كتهضمش لينا في المطبخ ديالنا؟ نوع من السكريات كما قلت. نوع من نوع السكريات. نعم كيف كيقولوا مثلا احنا ملي كناخذوا القوق كيعطينا تخمرات ما كنحس براسي من فوق ديال النصران، راه السبب هو هذا اللي زينيلين اللي كاينين عندنا في القوق هذا. وهذا اللي زينيلين عنده واحد الدور مهم جدا، شنو كدير؟ كتساعد النصران ديالنا انه يخدم، وكذلك سورتو بالنسبه للبكتيريا الصحيه، حيت حنا كنعرفوا بان الامعاء ديالنا فيه واحد النوع ديال البكتيريا اللي هي بكتيريا نافعه للجسم. تماما. وملي كيكون هاد لي زينيلين كيعرف الجسم يخدم بهاد البكتيريا هادي النافعه، عاد كتفيق، عاد كتخدم لينا مزيان بحال البريبيوتيك. نعم بحال البريبيوتيك. نعم داكوغ. بالنسبه للاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي كيحتوي لنا عليها القوق، عندنا النحاس، النحاس كيحتوي لنا عليه بكميات اللي هي مهمه جدا. مزيان. وملي كنهضروا على النحاس باش يعرفوا المستمعين الكرام الدور ديال النحاس، حيت قليل كنهضروا على هذا النحاس. نعم. هذا الدور ديالو هو انه كينشط لنا الانزيمات اللي عندنا في الجسم، وكيساعد على ذوك التفاعلات كاع الكيميائيه اللي كيكون لنا في الجسم. مثلا التحول من بروتينات الى احماض امينيه، تحول الى السكريات، تحول الى الدهنيات، كاع ذوك التحولات اللي كتخدم في الجسم. ضروري النحاس يكون. نعم. والقوق كيجي من كميات اللي هي مهمه. النحاس. وي وكذلك يساعد على حركه القلب، العضلات ديال القلب كذلك. ايه. الميتابوليزم ديال الحديد، باش نستافدوا اننا نستافدوا من الحديد خصنا ضروري يكون النحاس. داكوغ. معدن اساسي هذا. نعم. اساسي جدا. نعم. والقوق كذلك كيتستعمل بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا فقر الدم. واخا. ايه. فقر الدم ياخذوا القوق، مهم لهم جدا لانه كيجيب لنا كميات مهمه. نعم. ولا يستهان بها من الحديد. بالنسبه للمراه الحامل كذلك تاخذوا، لانه كيجيب لنا الفيتامين بي نفس. كيجيب لنا الفيتامين بي نفس بكميات اللي هي مهمه، وكذلك فيتامين بي واحد، وكذلك فيتامين بي ثلاثه. كيجيب لنا كذلك كميات مهمه من الفيتامين ك والمغنيسيوم. نعم نعم. دونك هنايا نحاولوا ما امكن، كنصحوا المستمعين الكرام انهم يحاولوا ما امكن انهم يبروفيتيو في الخضر الموسميه، وسورتو كما قلتي القوق موجود الحمد لله وكميات اللي هي وفيره، علاش اننا ما نستهلكوش؟ طيب. كاين بعض الناس كيبغيو مثلا القوق كيقولوا ما حد موجود ناخذوا اون كونجليه. اييه. بالنسبه لا كونجيلاسيون، حنا ديجا هضرنا قلنا بان القوق الهضم ديالو كيكون صعيب. اذا من الاحسن نتفاداو ما امكن لا كونجيلاسيون. كاع الا بغينا نكونجيلي، حيت كاين بعض الناس كيبغيو ياخذوا مثلا ياكلوا في كونجليو في البرد، هو كيكحال الا يبقى كنغد ليه، يعني كيكحال يعني. وي بالنسبه للقضيه ديال انه كيكحال مثلا، وهاد الناس بغاو يكونجلي مثلا اسبوع ولا اسبوعين على الاكثر. اييه. شنو غادي يديروا؟ ضروري نطلقوا شي شويه في الماء، واحد الثلاث ديال الدقائق بحال الوجبه التحريبه الخضراء. نعم نعم. ثلاث ديال الدقائق ما نفوتوهاش. نعم. حيت ملي كنفوتوا ثلاث ديال الدقائق كنهلكوا ذوك الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي عندنا. نعم نعم. 3 مينوت انا با ديباسي، وديك نخليوه حتى يكثر ينشف لينا من ذاك الماء، عاد نديروه في الاكياس البلاستيكيه ونحطوه في الكونجيلاتور. طيب. داكوغ. نعم. دونك هنا كما كنقولوا نحاولوا اننا نستهلكوه بطريقه اللي هي معقوله. معقوله. داكوغ. وسورتو بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الامعاء، من الاحسن انهم ياكلوه طايب مزيان. نعم. بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل يقدروا ياخذوه حتى خضر، بالعكس كنستافدوا منه اكثر كذلك. على ذكر خضر، واحد السيده تواصلت معنا دابا، عندها بنيه عندها 7 سنين، قالت لي كتبغي تاكل قوق خضر، واش ممكن؟ واش مزيان؟ ماشي مشكل تاكلو. نعم. با بروبليم، ولكن مزيان هضرتي لنا على الاطفال بالنسبه للادماج ديالو في التغذيه ديال الطفل، من الاحسن اننا نعطلوه شي شويه يفوت لينا العام، عاد نعطيوه ليه، ومن يفوت لنا العام نطيبوه مزيان ما نعطيوش ليه خضر. نعم. لكن بالنسبه لاج ديال 7 سنين ما كاين حتى شي مشكل، الامعاء ديالهم كيخدموا بطريقه اللي هي صحيه وسليمه. نعم. تاخذوا بنتها بالعكس كتستافد منه. هذوك الجلوف ديالو لالا حنان، يعني الكثير اللي كياكل ديك اللب ديال ديك الجلفه ديالو، عاد كيوصل اللب يعني اللي لداخل، الجوهر اللي لداخل. مخيره. مزيانه. مخيره، قلت لك اي عنصر عندنا في القوق. نعم. نستافدوا منه. نستافدوا منه. نعم. ضروري. لكن بالنسبه للناس ديال مرضى السكري، بالنسبه للقشور ديالو دوك لي فاي ياخذوا كيف ما مشكل، ولكن بالنسبه لو فون دارتيشو اللي هو القلب ديالو ياخذوا بكميات اللي هي معتدله، لانه كيجيب لنا كميات لا يستهان بها من السكريات. نعم اللي تكلمنا عليه ذاك لينولين. لينولين. نعم. قلنا الهضم ديالو ما كيتمش بطريقه اللي هي سريعه، يعني كيبقى لنا بزاف الامعاء يقدر يطلع لينا السكر في الدم بسرعه. نعم. اذا هذا هو القوق.
اكيد ما علينا الا نمشيو دابا للسوق الواحد يتقدى شويه ويعمر قفيفته شويه وما ينساش القوق يكون في القفيفه كذلك. وكما كنعرفوا القوق كيمشي طاجين مع الجلبانه, كيمشي مسلوق مع شي صوص, واكيد يعني الجلبانه هي اللي كتشكر القوق على اللحن. يعني دابا المشكل هضرتي لنا على واحد الطبق اللي هو مهم جدا, حنا كناخذوا المغاربه ديال القوق والجلبانه. دونك هنا داكشي حنا هضرنا على موت السكري, قلنا ما ياخذش كميه اللي هي كثيره, حنا كنخلطوه مع الجلبانه والجلبانه كتطلع لنا السكر في الدم. نعم دونك انا ما بغيتش نهضر على الجلبانه دابا, غدا ان شاء الله نهضروا عليها باذن الله. الخليط هذا غدا غادي نهضروا عليه ان شاء الله المستمعين الكرام, وكيفاش غادي نخليو هذا الخليط هذا يتوافق مع بعضياته وينسجم مع بعضياته ان شاء الله, وما نحرموش المغاربه من هذا الطبق هذا ديال القوق والجلبانه للحنان الازرق. اكيد الى اللقاء, خليناك على خير لاله, شكرا لك.